في الفيديو ده هتكلم عن تجربتي في تعلم اللغة الإنجليزية خلال فترة قصيرة والنظام اللي مشيت عليه خلال الفترة دي. كوباية الشاي بتاعتك وأشوفك بعد الانترو. في الأول هتكلم عن تجربتي في الإنجليزي أيام الدراسة بشكل سريع والدافع اللي خلاني أتعلم إنجليزي بعد الدراسة. ايام الدراسه الانجليزي كان تقيل على قلبي، وده بسبب ان انا ما كنتش بحبه اولا، ثانيا ما كنتش عارف ليه بتعلم الانجليزي ده او ايه الفايده منه، غير ان انا عايز اعدي الامتحان واجيب مجموع عشان اخش الكليه اللي انا عايزها. غير كده ما كنتش شايف فايده من اللغه الانجليزيه، فانا كنت بذاكر المذاكره اللي هي تنجحني في الامتحان او تخليني اجيب درجه وخلاص. فده ما كانش الانجليزي اللي احنا بنستخدمه في الحياة العامة. بعد الدراسة ما صدقت ان انا خلصت من الانجليزي، لكن المفاجأة ان بعد الدراسة قررت اكون مبرمج، وبالتالي احتجت الانجليزي في شغلي. فالدافع اللي خلاني اتعلم الانجليزي بعد الدراسة هو ان انا كنت عايز افتح فرص جديدة واطور من نفسي عشان الاقي فرص شغل في اماكن كويسة. وحاليا كل تعاملاتي بالانجليزي في الشغل، كل تعاملاتي وكل كلامي مع زمايلي في الشركة وكل اللي انا بتعلمه وكل اللي انا بكتبه بالانجليزي. فالدرس المستفاد هنا انك لو حتى مش بتحب الانجليزي في الدراسة، فده ممكن يتغير لما تدرسه بشكل افضل وتعرف الفايدة منه. طبعا بعد الدراسة حاولت ان انا اروح مراكز واخد كورسات، لكن ده ما نسبنيش وحسيت ان مستواي زي ما هو، فاتجهت للتعليم الذاتي ومشيت على نظام لمدة من 4 لـ 3 شهور، وده النظام اللي فادني جدا واللي خلاني بعد كده اوصل للمستوى اللي انا فيه دلوقتي. فالفترة دي اللي هم الـ 3 شهور هم اللي كانوا اهم 3 شهور في مسيرتي في تعلم اللغة الانجليزية، لان تعلم الانجليزي بعد كده بقى اسهل وممارسته بقت سهلة، بقيت اقدر اتكلم مع الناس، بقيت اقدر اشوف فيلم من غير ترجمة، بقيت اقدر اقرأ كتب. طيب انت عشان تتعلم انجليزي محتاج 3 حاجات. اول حاجة هي الكلمات، حفظ الكلمات من الاشياء الاساسية. تاني حاجة هو الجرامر، والجرامر هو اللي بيكون الجملة المفيدة من خلال الكلمات اللي انت حفظتها. تالت حاجة وهي الممارسة، الممارسة جزء اساسي من تعلم اي لغة، من غير ممارسة هتنسى الكلمات وهتنسى الجرامر. واصلا الاطفال بيتعلموا اللغة بالممارسة بس، الاطفال بيتعلموا اول لغة ليهم عن طريق ان هم يشوفوا الناس اللي حواليهم بيتكلموا اللغة دي. اليوتيوبر احمد ابو زيد صاحب قناة دروس اونلاين عنده مثال حلو بيشبه فيه تعلم اللغة الانجليزية ببناء حيطة. فهو بيشبه الطوب بالكلمات، وبيشبه الجرامر بالاسمنت اللي بيلزق الطوب ببعضه. فانا عايز اضيف جزء للمثال ده، وهو لو حبينا نضيف الممارسة للمثال ده، فالممارسة هي عملية بناء الحيطة نفسها. فانت لو معاك طوب ومعاك سمنت ورميتهم على الارض كده انت ما بنيتش حيطة، محتاج انك تجمعهم مع بعض وتستخدمهم في بناء الحيطة. فالممارسة هي شيء اساسي في تعلم اي لغة. نيجي للنظام اللي مشيت عليه خلال الفترة دي. اول حاجة حفظ 100 كلمة كل يوم. حفظ الكلمات هيفيدك جدا، وكل ما يكون عندك محصلة لغوية كبيرة كل ما تفهم كل الكلام اللي بيتقال ليك او تعبر عن نفسك لو عايز تقول حاجة بشكل بليغ. هيبقى عندك محصلة لغوية بعد 100 يوم دول 10,000 كلمة، دي محصلة كويسة جدا، وممكن كمان تكمل عليها لو في اي حاجة مرت عليك انت مش حافظها تقدر تكتبها على جنب وتحفظها بعدين. لو 100 كلمة كتير عليك تقدر تبدأ اول اسبوع 50 كلمة كل يوم، وبعد كده تاني اسبوع 75 كلمة كل يوم لحد ما توصل للمية. ولو انت ذاكرتك ضعيفة زي، تقدر تستخدم طريقة ممتازة اسمها Spaced Repetition او التكرار المتباعد. الطريقة دي ساعدتني ان احفظ 100 كلمة كل يوم بسهولة. هنعمل فيديو عشان نتكلم عن الطريقة دي بالتفصيل، وهسيب لكم الكارت بتاعها هنا او هنا. اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك اشعارات لما ننزل الفيديو ده. برضو كنت بستخدم تطبيق اسمه كرام، والتطبيق ده عبارة عن كروت
بتكتب الكلمة الإنجليزية في الوش والمعنى في الظهر عشان تحفظ بالطريقة دي. التطبيق ده كان فيه التكست سبيتش ممتاز، الصوت بتاع الكلمة الإنجليزية كان كويس جدا، وده ساعدني ان انا احفظ الكلمة بالنطق الصحيح. تاني حاجة الجرامر، ودول جمعتهم في 4 صفحات في خلال اول اسبوع من 100 يوم، ورجعت عليهم كل فترة، كل ما حسيت اني نسيتهم كنت براجع عليهم. تالت حاجة الممارسة، الممارسة هي اساس اللغة، من غير ممارسة مش هتعرف تثبت الكلمات والجرامر اللي انت حفظتهم. مفروض تمارس ال4 مهارات بتاعة الانجليزي. اول حاجة القراءة، تقدر تقرأ قصص قصيرة او الاخبار اللي انت مهتم بيها بالانجليزي. تاني حاجة الاستماع، تمارس الاستماع عن طريق انك تسمع فيديو مرة بالعربي ومرة بالانجليزي ومرة من غير سبتايتلز خالص. ولو ما لقيتش فيديو قصير تقدر تشوف اي 10 دقايق من اي فيلم، وتقعد تعيد وزيد في الجمل لحد ما تحس انك استوعبت الكلام اللي انت سمعته. تالت حاجة الكتابة، تقدر انك تمارس الكتابة عن طريق انك تتملى نص صفحة كل يوم. 4 التحدث، تقدر تمارس التحدث مع واحد صاحبك لو تعرف حد تقدر تمارس مع اللغة، لكن انا افضل انك تمارس اللغة مع حد متخصص. في تطبيقات زي كامبلي تقدر تمارس فيها اللغة مع نيتيف سبيكر، وده هيساعدك انك لو غلطت يقدر يقولك انت غلطت فين، ولو انت بتخاف انك تغلط قدام حد فده شخص متخصص مش هينتقدك او اي حاجة. وانت بتمارس اللغة هتقابلك كلمات انت مش عارفها، هتجمعهم وتحطهم في جدول او في تطبيق كرام عشان تحفظهم. هما دول ال100 كلمة بتوع كل يوم. النظام ده كان بياخد مني حوالي 2 ساعة، كنت بقسمهم على مدار اليوم، شوية اول ما بصحى وشوية في نص اليوم وشوية قبل ما انام. اخر نصيحة، ما تخافش انك تغلط، لان لو ما غلطتش مش هتتعلم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك، ولو عندك سؤال سيبه لنا تحت في الكومنتات. سلام. شغل بالانجليزي ما اسمهاش جوب، غلط، اسمها جوب.